في الصدر الهوى عمري أمل حمدي ووردي في الصدر الهوى عمري حزين وردة. تدرين شنو الفرق اللي بيني وبينك؟ أنا أشوف فيك كل شيء حلو، كل شيء حلو، بس أنتي تركيزك الوحيد على هالوحمة هذا اللي في وجهي. صح صح، عمتي نعيمة وينها؟ تخيلي ما حضرت العزاء، الله يهداها، بس مهما كانت المشاكل بينها وبين يدي ترى في النهاية في أبوها، الله يرحمه ويغفر له. بس يبا والمفروض هي وصل لها خبر وفاة يدي. انت صاحية؟ إذا وكالة رويترز وصل لها الخبر، ما تبين تنقلها العلوم والسوالف والحكي؟ عن منو تتكلمون؟ واضحة تتكلم عن من؟ أم صفوي في غيرها. من؟ أم صفية رفيجة عمتي نعيمة، هذه إذا عندك خبر تبي تنشره قل لها، الله وكيلك، ساعة الزمان والخليج كله يتكلم. عطنا ليمون. شلون ما عرفت بوفاة رفيجتها وعرفت بوفاة أبوها؟ وين الفلوس؟ كثرت للغاز يا أمين، كثرت. الموضوع اللي ينعرف صدفة، لا هو ولا أصحابه يهموني. بينك وبين خلود في موقف ما حد يعرفه غيركم؟ في ولا تبلى عليك؟ هالكلام ينقال لي أنا؟ وردة وايد عليك يا صالح، وايد وايد. منو؟ صالح. هلا صالح، أمك فيها شيء؟ شن هي الخطة؟ وش ناوين عليه؟ فهموني؟ لعبتك هذه متى بتنتهي؟ وش بتحصلون عليه أنت وعيالك من تدمير حياتي؟ إيه إيه، شو قداش علينا بشراح ميداف أنت؟ تأدب وتكلم مع الوالدة عدل، لا خربط ملامح وجهك، فهم ولا لا؟ تركها عنك يا تركة، أنا بس بعرف داش علينا وتصارخ، إيش ضريتك فيه أنا؟ أنتوا في شيء ما ضريتوني فيه؟ وأكبر ضرري منك أنتِ،
إيه كلام وجهلك انتي. اسمعي الحين تتصلين في زوجتي وتفهمين هالسالفة من الألف إلى الياء بدون تزوير ونقصان. صدقني قالوا خير تفعل شر تلقى. الله يهداك، أي سالفة تكلم عنها؟ إحنا ما بينا سوالف. لا أي سالفة يعني ما تدرين؟ ها هالجملة ما سمعينها لي ولا سمعينها لهم يا شاطرة. الحين تتصلين في زوجتي وتفهمينها كل شيء. هذه إذا ظلت عن ذمتي والفضل يرجع لك. لا بارك الله فيكم ولا ايه انت تعالي تركه دشوا دشوا لا بارك الله فيك ولا بساعتك يا صويلح. انا اوريك دشوا. لفوي ايش كان يقول وش يقصد؟ تحكي شو السالفه؟ تحكي تعالي ايش في الله على خدوده. راشد ايش فيك راشد بسم الله عليك. وردة الحق علي وردة. راشد وردة يا رب يا رب لا تعلقني فيها أكثر إذا مكتوب علي فراقها. يا رب نعم وردة. ها عمي بس دخلت البيت وهذه كل السالفه. هذه كل السالفه ايه جليله الحياه؟ الحين تروحين تقولي لا تقولي ولا تتحجى ولا تسولف وعقب تروحين انت عند ورده تقولي لها السالفه ايش بيقولون عنك؟ يقولون عنك خربت بيوت؟ صدق بس امينه بس عادي يلا عليك. يما زلت لسان ما كان قصدي يعني اكيد يا رفيجتي بخرب بيتها. قصدي علي يا خلود؟ تقولين بتشيلين فستانك مع الحبل ها؟ أنا علمت طقها طقها صجين قالوا والبنت تكسر لها ظل يدفع لها 10 تركها يا يدفع على خلوده خلي يذبحها خلي يذبحها تستاهل. فتح الباب خلوده فتح الباب عليك فتح الباب لك اذبح على راسك. خالد بس يا بنت خلاص خلها بروحها. شوف اذا ما قعدت وصرت ادمي بتشوف شيء ما يعجبك. يلا اضرب. ردي الله يقطع لساني الله يقطع لساني. لا تخلون أحد يتشمت فيكم، لا تخلون المشاكل الصغيرة اللي بيناتكم تأثر عليكم. وانت يا صالح من الله خذ امانته. ترى ورده ما لها احد، حطها بعيونك. وانت يا بنيتي صالح ريال، ريال
ريال وشهم والله. يمكن شهامته هذه اللي تخليه أحيانا يطيح في بعض المشاكل. اسمع النصيحة مني يا ولدي، ترى مو كل الناس يقدرون المعروف. أعطيتهم عين واحدة، طلبوا الثانية. ساعد يا يبا على قد ما تقدر، بس ثقة زايدة بعد دخلك في المشاكل. واحنا الحين يا يبا كبرنا، نبي نفرح في حياتنا، أنا ومهرة نبي نفرح بكم. أنا بروح أطمن على أمي. ليش؟ أمك فيها؟ وين هي؟ ما قدري راحت الكافتيريا؟ لا يبا، أمي بالطواري، مشاكل ضغط وسكر، هي بعد مريضة. أنا تعبت من الجهل، تعبت من تأليف القصص. شكلك تحبين الشعر. في حدا بهالدنيا ما بيحب الشعر؟ الشعر غذاء الروح. انت بتكتب الشعر ولا بتحفظه؟ لا احفظه، بس من هاللحظة بكتبه. دمك خفيف. عيونها تقول انها عشقتني. انا شيرين، تشرفت بمعرفتك. وانا مبارك رجل اعمال. يقول الشاعر: لا تعشق مليحا واحدا تحتار فيه تدللا وتدللا، وهو المليح جميعهم تلقاهم، ان صد هذا ذاك جاءك مقبلا. كلكم نفس الشيء. انا ايش قلت؟ انسه شيرين، انسه شيرين. نعم. انا زعلتش بشيء؟ يعني هذا شعر بتقوله لوحده؟ يعني هذا شعر رجالي؟ أنا آسف. رجالي ونسائي؟ أنت طبيعي؟ بصراحة أنا الشعر مالي بالشعر ولا بالشعراء، وحتى الأمثال أنا ما حفظها. وهذا شعر النكبة اللي قلته لك مو حافظ غيره، لأن أخذته من دفتر ولدي. بس إن شاء الله يا رب ما أزعجتك، إن شاء الله يهداك. لا تعرف بالذنب فضيلة. بعد ما ظهرت نتيجة التحاليل والفحوصات تبين أنه ما عندنا حل غير العمل الجراحي، هي القلب المفتوح، وبأقرب فرصة. على خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. خير. السلام عليكم. السلام. أنا قلت ما أسويها إلا عقب العرس. مو بكيفك يا راشد، قلبك تعبان، لازم تسوي العملية. بسويها إن شاء الله عقب ما يتزوجون العيال، عقب أسوي اللي تبونه. قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يبا انا ما في لك الخير، ما احس بسوالف الدكاتره وما دكاتره، خلي الحبوب عندك الحين، انا بس ابي اسولف ويا صالح. ان شاء الله ما في لك الخير، بس هذه ادويه ولها وقت ولازم تاخذها. ادري يا ابا ادري، خليها لعقب بس، بسولف ويا صالح. خلي
روحي عند وردة انت. ان شاء الله. صالح استريحي بس استريحي. اسمعني وانا ابوك، ترى سمعت الحكي اللي صار بينك وبين واردة ذاك اليوم في الحديقة يا سيدي. تسولفون، الإنسان ما يشوف الآخر من الظواهر، لازم تشوفه من دواخله. وردة فعل واردة لأني حست شنه صاير شيء بينك وبين هذه اللي يسمونها خلود، ولو هي ما تغليك كم ما زعلت. أقسم بالله يا هبة ما بيني وبينها شيء. غير ما تحلف يا صالح، أنا مصدقك وعرفك عدل. ترى اللي سوته واردة ذاك اليوم وردت فعلها هذه يأكد أنها هي تغليك. لكن بعد تدري نسوان، وأنا لو أدري أن أنت ما تغليها وما تنزها عشان ما طلبت منكم تزوجون. وحين يبقى أنا قلت كلمتين اللي عندي وابت أي شيء تبي تقول أقوله. بس يبا اللي سوته واردة بعد ما بعد، يعني أنا أقول لها شيء ما تصدقني؟ ما تثق فيني عقب كل هالسنين واردة ما تثق فيني؟ هذه اللي يسمونها الغيرة، عاد كانت تبدأي وإن كانت مرة كبيرة بعد هاي غيرة تسوان يا إبوي، لازم تعرفت. خلاص تام، كلمتك ما تصير كنتي. كفو كفو والله يا ولدي. تبين تهنينيني؟ قولي لي شو اللي تغير بهاليومين؟ من قبل فترة شحلاتكم انتي وصالح، شو اللي غيرك؟ عطيني سبب. يا يمه لو اقول لكم اللي اقوله ما راح تفهموني. انتوا تبوني اتزوج صالح، ما يهمكم اذا انا مستانسة ولا لا. من يقول لك هالكلام؟ احنا تهمنا سعادتكم، بس انتي ما عارفة شو اللي تبينه بالضبط. انتي انسانة ضايعة، مو عارفة تاخذين قرار واحد صح بحياتك. الله يرضى عليك يا وردة يا يمه، فكري عدل وتذكري دائما ان انا وابوك ندور سعادتك. نبي على الاقل نطمن عليك في هالدنيا مع واحد انا عارفه. شوي. مشكور يا ابوي، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما فيك الا العافيه بك. الله يعافيك. هلا يبا، هلا الغالي، حياك حياك يبا، مكانك حياك. لا يبا، انا اليوم بقعد هني، بجاب راس المال وانت قاعد هناك وجاب لي ريالك. يا يبا حياك حياك صالح. يبا هذي مكانك. حياك باي، تعالي قاعدي تعالي قاعدي. يما ايش فيك؟ يلا يلا. الحمد لله رب العالمين، وعليك العافية، والله ما قصرتي. يعافيك، تفضل. مشكورة. قاعدي يا يبا قاعدي، ايش فيك؟ يلا صب حق عيلتك. اسمحوا لي، تعبان ومالي نفس. يبا فديتك، لازم تسوي العملية، ترى خطر الجلطة بأي وقت. العملية بسويها عقب العرس.
يبا وين المطرقة يبا؟ حركات أغاني هادية وموسيقى هادية وتتمايل مع المخدة. موسيقى هادية وتمايل مع المخدة شوية. والله طلعت رؤسي يبا مو بهين ها؟ أخلص علي حيش تبي. لا 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 سلامتك خلك خلك مع أجوائك والمخدة والتمايل و... عيش 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 حسبي الله عليكم لا بارك الله فيكم الواحد ابي يرتاح شويه يلا جرحك ان شاء الله دوم مستانس يبا ماين علي وانا معصب صغير الهاله الحب يصنع المعجزات الباب لا اكسره. ايش حقك قفل الباب؟ ايش حقك قفل الباب؟ بقعد مع نفسي شوي، ما بكلم احد، ما بشوف احد ممكن؟ لا مو ممكن، ايش حقك تقفلي لي الباب؟ لا بعد ما اعطيتني ظهرها، خدامتي مو انا. وين؟ وين رايح؟ مو معقولة، مو معقولة، غرفتنا صارت جميل، اي وهذه مو بحالة، أنا أبي أرتاح يعني ناس داشة وناس طالعة. زين وين رايح حضرتك ترتاح؟ بروح أرتاح هناك في خيمة أبوي. زين روح ارتاح وريحني. قولي لي شو اسمها هذه؟ تقصدين وفاء؟ إي وفاء. دقت عليها وسألتني تبي تستعيل موضوع الملكة شنو أقول لها؟ أقول لها إيه؟ أقول لها لا؟ يعني تبين ما تبين أكنسل الموضوع؟ إنزين قولي تحكي إيش حقه ساكتة؟ إيه لا؟ يما أنتي حافظة كل الأمثال في العالم ما تعرفين أن السكوت علامة الرضا؟ إيه أعرف هالمثل بس بعد أعرف مثل يقول اللي بالإدرف أمها تطلع العيبة لأمها زين بقول لها إيه؟ قلبت الغرفة لكن حامض على بوزج حامض على بوزج تحصلين لفلوس قبلي وراسي يشم الهواء الشيبة مو بسهل ها وشلون يات على باله ولا الجن الأزرق يعرف هالشيء كان عايش وسره مدفون في بير غويط فنقش وانكشف اسرع يا ابوك اسرع ترى احس ان الشيء صاير في العزبه اسرع يا ابوك اسرع ان شاء الله يا يبا ان شاء الله
مثل ما قلت لك اختي امين، للاسف. شنو ما في شيء باسمه؟ وين راحت ملايين عمي وفلوسه وين؟ عقار واحد بغرفتين. اي هذا موجود من ايام الغوص، قرقور، هذا ما يتسمى عقار. وكم راس غنم؟ هالكلام مو صحيح، عمي عنده ملايين، اي عنده فلوس ما تاكلها النار. والحين لما الله اختارني من بين جميع اعضاء العائله تقولي ما في فلوس؟ ايش هالكلام؟ ايش هالكلام يا حضره المحامي؟ اختي امينه، هو في حلقه مفقوده، يا ليت توصلين لحل هاللغز. هذه شغلتك حضره المحامي ولا شاطر بس تاخذ فلوس؟ هذا كل ما تشوف رقعه وجهي هي حلقه مفقوده وحلقه مفقوده. سوي نفسك محامي شاطر، لا حاط لك سكرتيره عطل، روح زين. لا حول ولا قوه الا بالله. لا رسمي. هلا 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 ابو سلطان. ان شاء الله لقيت لي فيلا بسعر ممتاز ابيها عاد. ها ايه حلو 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 حلو. ايه خلاص امر عليك اليوم ان شاء الله. زين خلاص يلا مع السلامه. مع السلامه. قربت سعادتك يا مبارك. وطريق السعادة أشوفه بعيوني بعيد عن أمينة وعنتها. أي شركة؟ أوه أهلين، شو أخبارك؟ ما شاء الله بيتكم وايد أنيق، الله يبارك لكم فيه. حلو هالورد. لي؟ شنو؟ قاعدة أسألك. هالورد لي ولا حق ناس ثانية في هالبيت؟ شاكين فيني؟ أنا خلود كبرت معاك وربينا في بيت واحد، شاكين فيني؟ لا ما هقيتها منك ولا هقيت إن أنت تطلعي من الناس اللي تغير قلوبها بس لأنه والله تغير بيتها. يا حسافة الذكريات وعمر اللي قضيته وياك يا بنت الناس اللي انت رحتي وضيعتي بثانية على سوء ظن وشكوك. تذكري ان انا جيت لعندك علشان اقول لك شو اللي صار بيننا، لكن انت واضح ان انت بروحك حطيت السيناريو بخيالك الواسع يا صديقة العمر يا اختي. خلود
الو هلا شيرين. ها اذا مو بعاجبتك نرجعها نشوف غيرها. ها يعني خلاص اروح ادفع العربون؟ خلاص تامرين يا بعد عمري. يلا مع السلامة. صراحة أنا مستغرب شلون وافقوا على الملكة وتوا يدهم متوفي، ما صار له أسبوعين. الحزن بالقلب يا فيصل، وبعدين الجماعة اشترطوا علينا ما نسوي أي مظاهر فرح حاليا. وبعدين لا تنسى يا أخوي ترى احنا اللي طلبنا. أنا مو قادر أفهم ليش مستعيل كذي؟ لأني أحبها، صورتها ما تفارق خيالي. بعدين أنا ما أبي أقعد أفكر وحاتي، أبي أملك بسرعة على أساس أقعد معاها وأسولف براحتي. أنا برأيي أنت عملت زينة العقل، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. إيه عافية والله على مرت أخوي، والله أنت اللي فهمتني صح، مو مثل بعض الناس كله معترض ومتردد. وفي مثل يقول العجلة الندامة. على العموم هذه حياتك واختيارك، وأكيد إحنا نبيك تكون مرتاح ومستانس. تسلم تسلم والله يا أخوي تسلم، بس المهم الحين أبيكي وفاء تروحي لهم بكرة تتفاهمين معاهم على كل التفاصيل. أنا اتفقت معاهم لا تشغل بالك. وأنت جديد وأنت جديد.